بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين باسبوع الالام، وفي هذا الاسبوع نعيش مع ربنا يسوع المسيح في البصخات ساعه بساعه. يعني نظام البصخات الليليه والنهاريه بنتامل في آخر ساعات ربنا يسوع المسيح ونمشي معاه ساعة بساعة. امبارح كان أحد الشعانين. الآية للسيد المسيح جت في إنجيل معلمنا ماري متى البشير صح 23 اللي كان فيها زعلان على أورشليم. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فرخها تحت جناحيها ولم تريدوا، وذا بيتكم يترك لكم خرابا. لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. ده كان رسالة من السيد المسيح لأورشليم، ورسالة كانت جواها حزن. خلي بالكوا، رسالة كان جواها حزن. كم مرة أردت، مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا عشرة ولا عشرين، كتير، أردت أن أجمع أولادك زي ما الدجاجة بتجمع إيه فرخها تحت جناحيها ولم تريدوا. في أسبوع الآلام أحب أن أنا أتأمل معاكم في حتة الإرادة. الإرادة، موضوع دوة من المواضيع المهمة جدا. وليكن هذا الموضوع هو باب تأملنا خلال ساعات البصخة في هذا الأسبوع. الإرادة، إيه هي كلمة الإرادة؟ وما تأثيرها في حياتي؟ دايما الإنسان يبقى إيه؟ يقول لك خلي عندك إرادة، خليك عندك إرادة. وفي تعريف الإنسان هو إيه؟ حر مريد. مريد يعني إرادة، وده اللي يفرق الإنسان عن باقي الحيوانات والطيور. يعني ايه؟ يعني تخيل مثلا حضرتك لو عندك طبق حطه على الترابيزة، جه مثلا ابنك مثلا كبير وراح زقه وقعه، هتقول له ايه؟ ازاي تعمل كده؟ مش تخلي بالك؟ مش تخلي بالك؟ يعني ايه؟ تشغل دماغك كده، الطبق وقع. لكن حضرتك عندك مثلا حيوان، كلب مثلا في البيت، او مثلا في لو مثلا في الارياف، يعني معزاية جت هي راحت زقت الطبق وقعته، هتمسك الكلب او المعزاية او الخروف وتقولها مش تشغل دماغك؟ مش لازم تخلي بالك؟ مش تفهمي ان كده الطبق وقع؟ مش مهما تكلم في الحيوان مش هيركز معاك، مش هيركز معاك. لو تخيل مثلا عندنا طبق فيه مثلا شوية رز محطوطين في المطبخ، وشباك المطبخ مفتوح، جه مثلا
الأكل ده بتاع مثلا زوجك محطوط، جه عصفورة من البلكونة أو من الشباك بتاع المطبخ ودخلت تاكل من الطبق ده، هتمسكيها تقولي لها مش ده أكل جوزي إزاي تخش تاكليه؟ ما عندهاش هي التفكير والإرادة. عشان كده الإنسان هو اللي عنده التفكير والإرادة في محطات الصوم الكبير اللي عشناها مع بعض. لما نشوف خطوات الصوم الكبير ورحلات الصوم الكبير اللي عشناها فيها مع بعض الفترة اللي فاتت، هتلاقي إن الصوم الكبير كله هو توحيد الإرادة. كم مرة أردت ولم تريد، توحيد الإرادة. هنا خلي بالكم، هي مشكلة أورشليم إن الإرادة متناقضة، إرادة الله غير إرادة أورشليم، إرادة الله شيء وأورشليم شيء. الصوم الكبير جهاد كله في إن هو يوحد هذه الإرادة. هدف هو توحيد الإرادة. إزاي؟ تعالوا نشوف في أحد الكنوز. في أحد الكنوز كانت الوصية إنك تكنز، بس تكنز فين؟ تكنز في السماء. اكنزوا لكم كنوزا في السماء، دي إرادة الله. إرادة البشر كنوزا على الأرض. الغني الغبي أهد مخزني وأبني أعظم منها، دي إرادته، إرادته إن هو يهد المخزن دوا ويبني مع مخزن أعظم منه. إرادة الله لا، تكنزوا لكم كنوزا في السماء. وكان نبهنا كمان لحتة اللي هي اللي جات في القرايات اللي قبل، طبعا كان في أحد الرفاع، إن هو إيه؟ لا تهتم هتاكل إيه ولا هتشرب إيه ولا تلبس إيه، لا تهتموا بما تأكلون بما تشربون وبما تلبسون. ونبهنا قوي إلى إن إحنا نبص لطيور السماء، لا بتكنز ولا بتجمع في مخازن. يبقى توحيد الإرادة في مكان الكنز، توحيد الإرادة في مكان الكنز، مكان الكنز في السماء. عشان كده لما تلاميذ قالوا له علمنا يا رب أن نصلي، قال لهم قولوا أبانا الذي في السماوات. الله، يعني يا رب أنت مش في الأرض؟ لا أنا في الأرض، بس أنا عايزك تركز على مكان الكنز، عايزك تركز إن أنا قاعد فين عند الكنز، فوق مستنيك. في بيت أبي منازل كثيرة، في بيت أبي منازل كثيرة. يبقى توحيد الإرادة في مكان الكنز. في التجربة على الجبل، الله سمح للمجرب إنه يغدو في ثلاث تجارب لكي إيه؟ لكي يقوي إرادتنا إحنا. عشان إيه؟ يدينا إحنا كل مرة نعرف إزاي نغلب، ويخلي عندنا إرادة قوية. إرادة قوية بالمكتوب، يعلمنا ده السيد المسيح كان كل مرة يقوله مكتوب. لا، ده السيد المسيح كان يبقى يعلمنا إن يخلي عندنا إرادة، يعلمنا إن إحنا يبقى عندنا إرادة. سيد المسيح لما نظر إلى شاب أحبه، كان هذا الشاب غني، للأسف الشاب دوا حط قصاده إلهين، الله والمال، الله والمال. أحب من فيكو، حمش ورا من فيكو، فلوس كتير وحلوة، عندي فلوس كتير قوي، يعني انت عايزني اجي لك اوزع كل الفلوس واجي لك فاضي؟ لا بلاش منك انت، انا همشي ورا المال.
ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. إيه اللي حصل؟ إزاي سبت ربنا ومشيت ورا الفلوس؟ لا، ما قدرتش إن أنا يبقى عندي إرادة إن أنا أمشي ورا ربنا. ما كانش عندي إرادة إن أنا أمشي ورا ربنا. ما قال كده، يا إما تحب واحد وتكره الآخر، أو يعني تعظم واحد وتحتقر الآخر. فمضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. كانش عنده إرادة أنه ينتصر. تعالوا نشوف الابن الضال. الابن الضال كان عنده إرادة، بس إرادة بقى إيه؟ إرادة على أبوه، يعني كان قوي على أبوه. راح له أعطني القسم الذي يصبني من المال، اديني نص فلوسي، نص فلوسك، أعطني، عندي إرادة. والإرادة اللي بعدها كرة بعيدة جدا، تذاكر الطيارة في جيبي وأبعد بلد، على أبعد بلد على طول. إرادة، خد نص فلوس أبوه، إرادة، مضى إلى كورة بعيدة، إرادة، أصرف 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 أصرف، بعزق هنا وبعزق هنا وعيش براحتك وانبسط. إرادة. لما ابتدى يحتاج ضعفت إرادته، ضعفت، وابتدت إرادته ما تبقاش إرادته هو، تبقى إرادة غيره. حصل جوع في المدينة، فحدش ياخدني يشغلني، فخدوه، روح اشتغل هنا. حاضر. طب أنا جعان، حدش يأكلني، يا بختك يا خنازير، تاكلي وأنا ما باكلش. الله، ريحة أكل الخنازير حلوة، ممكن حد يديني أكل منها؟ فلم يعطيه أحد. يعني هو نفسه يأكل من أكل الخنازير فلم يعطيه أحد. ولكن تظهر إرادة قوية بالرجوع إلى النفس، فرجع إلى نفسه. هنا بقى ابتدى إيه؟ يصحى. إيه ده؟ خنازير وأكل خنازير. كم أجير عند أبي يفضل عن الخبز؟ لا، أقوم وأرجع. طيب هينتظر إرادة قوية في الرجوع. إرادة قوية في الرجوع. السامرية إرادتها كلها في ملء جرتها، جرد اللي معاها، القلة اللي معاها، هي دي إرادتها، رايحة تملاها. جوزها نايم في البيت، روح املي لنا مية. حاضر. جوز رقم 5 قاعد في البيت والجو حر عطشان مفيش مية، قالت له مية خلصت، طب تروح تملي لنا مية. حاضر. خدت القلة وراحت، ورايحة في وقت الحر عشان ما حد يسمعش كلمتين من الستات اللي يقعدوا عارفين انها في كل شوية بتاخد زوج. دي إرادتها، دي أقصى إرادتها، لا تملى. عشان السيد المسيح لما قابلها فقال لها ده أنا عندي مية اللي يشربها ما يعطش. قالت له يا سيدي أعطيني هذا الماء لكي لا إيه؟ لكي لا أعطش ولا أجي لأصطكي من هنا. يبقى أنت ريحتني في إرادتي. انت ريحتني ان انا ما اجيش، ده انت يبقى كده ريحتني، ده انا كنت نايمه وما صدقت انام وهو جاي قام يشرب ما لقاش ميه فصحاني، قال لي روح اسقي ميه، ده انت كده يبقى ريحتني. لكن لما ابتدت تقرب من السيد المسيح تركت ضرتها، تحس انها تركت ارادتها،
وذهبت للناس وقالت لهم إن تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. لو كانت خدت جرتها معاها وراحت للناس، ابقى اروح عند البير في واحد قال لي عن حياتي قبل كده، لا ما كانش ثابت ارادتها، لكنها تركت جرتها ومضت وقالت لهم تعالوا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت، تركت ارادتها. المخلع ترك ارادته، ترك ارادته، قال للسيد المسيح ليس لانسان، أتريد أن تبرأ؟ ليس لي إنسان، أنا ما عنديش إرادة، أنا عايز إنسان يساعدني إنه يرميني في البركة بس كده. طب قوم وهخليك كمان تشيل فراشك. شفت أنا هديك إيه؟ هديك قوة إرادة كمان، يعني هخففك وديك قوة إرادة، وديك قوة للإرادة كمان. المولود أعمى ده كان صاحب إرادة قوية، إرادة في الشفاء، روح اغتسل هخطر، مضيت واغتسلت وأبصرت. لما جم الفريسيون قعدوا يعني عايزين يكلوه، ازاي يعمل فيك كده يوم سبت وإن ده إنسان خاطي اللي عامل فيك كده؟ خاطي؟ خاطي إزاي؟ ده مش خاطي. إحنا عمرنا ما سمعنا إن واحد خاطي شفى واحد مولود أعمى، أنا أول واحد يخف بالطريقة دي. ما سمعناش منذ الظهر إن واحد شفى واحد مولود أعمى. إرادة. إرادة وقف فيها قصاد اليهود، قصاد الفريسيين. إرادة حتى ضد أبوه وأمه، لما جاب أبوه وأمه. لا ده انا هقف، عندي اراده، اراده ان انا ابقى مع ربنا. شاول الطرسوسي كانت له اراده لما كان واقف عن هدوم راجمي استفانوس، كانت ارادته ان استفانوس يرجم، وكان راضيا بقتله. يا سلام، مش كم راجل، كم طوبة، في واحد نشن جاب في حتة على طول، هو نشن في الحتة دي، ده نزف ومات على طول كده جدع. بولس الرسول بقى لا بقى لا، الوضع اختلف تماما. الله، ايه اللي حصل؟ لا ما انا بقى ارادتي بقى ايه، بقت مع ربنا خلاص. لا ده أنا معاه، ده أنا في أي حتة، نموتنا للرب نموت، ونعيشنا للرب نعيش، ونموتنا وعيشنا احنا للرب نحن، أنا عايش معاه. إيه اللي حصل لك؟ لا ده أنا موت عشان خاطره. الله، تموت؟ إيه اللي حصل لك؟ إرادتي بقت مع إرادته. الأول كانت إرادتي إن أنا أمسك المسيحيين وأخش البيوت وأقبض عليهم، لكن أما أصبحت إرادتي مع إرادته أنا ممكن أموت عشانه. تحول الإرادة، تحول الإرادة. في أحد الشعانين كانت إرادة الناس بملك يخلصهم الرماة، وصلنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب، مباركة هي مملكة داود. لما سيد المسيح قال لهم مملكتي ليست من هذا العالم، زعلوا اتضايقوا، ما عجبهمش الكلام. لا اصلبه، دمه علينا وعلى أولادنا. الله، ايه اللي حصل؟ لا احنا عايزين ايه؟ عايزين واحد يمشي على إرادتنا، مش واحد نمشي على إرادته. يا أورشليم، يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء ورجمت المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فرخها تحت جناحيها ولم تريده.
كل سنة وأنتم طيبين، ربنا معاكم، ولإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته إلى الأبد أمين. Thank you.